صباح الخير عليكم. وصلت للفندق الباحة بالليل، طبعا الطيارة شوي تأخرت وأني تيهت لما لقيت الفندق. مشي كان تقريبا 10 دقائق من المطار، بس الحمد لله وصلت تقريبا نص الليل وأكلت بالفندق. وهسه أروح لندن بالباصات والقطار لأول مرة بحياتي حتى ألقى السيارة اللي أجرتها أفتر بريطانيا بالسيارة. فخلوكم وياي بهذه الجولة وبهاي المغامرة الجديدة. الثاني في مدينة أكسفورد الأثرية في بريطانيا، وهاي أحد المناظر. بعدنا في أكسفورد وهنا سواح هواية يستمتعون بالمناطق التاريخية، وإذا واحد يحب يأخذ تور سياحي مثل ما تشوفون أكو ناس تشرح كتور سياحي. هذه هنا جامعة تاريخية أخرى يسموها جامعة باليول، حرمات مسدودة. فنستمر بالمشي مالتنا. جامعة أخرى جامعة ترينيتي مسدودة. هذا البيت يدمج التاريخ والطبيعة. وهاي الباص السياحية اللي تشوفوها هنا في مدينة أكسفورد، وسيارات وبايسكلات، وهذا البورش صاحبكم شتدون بعد. هذا هنا متحف تاريخ العلوم في مدينة أكسفورد. احنا هسه في متحف العلوم الطبيعية. مثلا هنا راح تشوفون يشرح على مين اجت الكاميرا واصل الكاميرا وتاريخها. مواضيع اخرى. موسيقية. هاي هنا المحل مالتهم اذا واحد يريد يشتري هدية او شيء. هاي هنا الساعات القديمة كلها. احنا بعدنا بالمتحف، وهذا قسم هنا الساعات التاريخية، وهاي الكرة الأرضية القديمة. بس شوفوا ديناصورات وهاي الأمور عليها كلها، يعني ماكو مدن ودول، أكو بس حيوانات. وهاي هنا شوف الحروب والساعات هنا فوق. الساعة فوق الساعة. حلو المكان. شوف هذا المتحف هنا، هاي رسومات على الحائط كلها قديمة. طبعا الدخولية بلاش، بس اللي يحب يتبرع يقدر يتبرع بأي مبلغ. هاي الساعات. وهنا أقدم لكم الفاكسين مال أسترازينكا البريطاني. يعني مدينة ممتلئة بالتاريخ. شوفوا هاي. هسه طبعا هنا راح ادخل الى المكتبة الرئيسية اللي يسموها بودليون. بعدنا في مدينة أكسفورد. هاي المكتبة هي هسه دخلت لها. من تفاصيل المكتبة. تا
تشوفون تفاصيل بنايات أخرى. تشوفون كلها يعني بنايات تاريخية وجسور تاريخية وجامعات تاريخية ومعاهد تاريخية. يعني تاريخ في كل مكان في هاي المدينة. ساح ندخل الفرع جدا جدا قصير. شوف هذا الفرع. ما أدري وين يروح. بس خلنا ندخل نشوف وين نوصل. هسه مجرد نتمشى بالفروع مال أكسفورد، فروع قديمة. تشوفون الفروع القديمة؟ هذه الفروع قبل ما تصير الباصات والسيارات، شغلات يعني جدا جميلة القديمة. الشوارع القديمة ومن ضمنها فنادق، مطاعم، قعدات حلوة وجميلة. هسه طبيت في متحف الفن والتاريخ مال أكسفورد. طبعا المتحف يتقسم إلى أقسام مختلفة. هسه هنا أنا قسم الهند. هذه هنا مخطوطاتنا، مثلا هذه مخطوطة جلجامش، ويشرح عنها أهمية هاي المخطوطة من زمن الأكاديين في العراق الحالي وبابلون اللي هي بابل. هذه هنا قطع نبوخذنصر الثاني، شوفوها، ملك بابل نبوخذنصر الثاني. هاي كلها آثار بابل، هاي كلها آثار بابل. وهاي هنا آثار نينوى، آشوريين في نينوى. هنا عندكم آثار قبرص. هاي كلها الآثار هنا. آثار الرومان والرؤوس الرومانية متلاحظوها، وقبور الرومان. وهذا الطفل الروماني. هذا الجزء الخاص في مصر والسودان. هنا أنا آثار مصر. مخطوطات مصر من قبل 3000 سنة. هذا هنا مثل الأهرامات. هنا المومياء، آثار المومياء. اوكي. تفاصيل كلها من أوروبا وآسيا.
شو الجمال هنا. كل شغل الفضة الأوروبي شوفوا كلها فضة في كل مكان. ايه طبعا ما قلت لكم الحمد لله والشكر اليوم اخذت السياره ومثل ما تشوفوها هي المحروسه ووصلت من مطار هيثرو الى مدينه ليدز. هسه المدينه اللي ثاني بيها مدينه ليدز. تقريبا طلعت من الصبح ووصلت بالعشرة ونص بالليل. ليش؟ لان توقفت بعده اماكن من ضمنها اكثر شيء وقفت بمدينه اوكسفورد وراها انتقلت الى مدن اخرى مثل برمنغام او المدينة مال بيت شكسبير. بس مع الاسف البيت كان مسدود لان متاخر وصلت فما قدرت اطب جوا وعدت مدن صغيره اخرى هم انا وقفت بهن سريع بس مجرد افتريت بداخلهن. ما شفت فشي مهم يعني ممكن واحد يشوفه او كان معزل الوقت. المهم فاليوم حبيت احكي لكم على الفنادق. الفندق اللي انا اقعد بيه هو فندق بريمير ان يسموه. هذه عدة فنادق بأنحاء بريطانيا واسكتلندا وإيرلندا. هاي الفنادق فنادق مناسبة جدا. أنصح بالناس اللي تريد تجي وما تهتم أنه يكون عندها مثلا مسبح يجون لهنا. الغرف نظيفة جدا وهادئة وبسيطة. بها قيولات أكيد وحمامات ومناشف ثلاث نجوم. وأكل أكو، مطعم أكو. إذا واحد يريد يقدر يشتري يدفع زيادة. طبعا اكو شيء حلو بها، اذا واحد بالغ ياخذ ريوق مثلا الاطفال اثنين مجانا. فسح اشوفكم الفندق، خلينا ندخله كون وياي.